والمدركات ليست المرة الأولى التي يحتجون فيها الفنيون الساميون المنضوون تحت لواء الجامعة العامة التونسية للشغل، يهددون بتصعيد احتجاجهم. باش نساعدوا باش ندخلوا في اضراب، مازلنا ما نعرفوش توا بالضبط وقتاش، على خاطرنا نحن مازلنا توا كي خرجنا من في شار نيكول وفي كل المستشفيات كان سمعتوا، على خاطر افغي دير الاعلام ما حكاش علينا بالكل. نحن كنا في اضراب مفتوح في شار نيكول مده 7 6 ايام. اليوم احنا في وقفه احتجاجيه مع ضمان الخدمة وسير العمل في المستشفيات بصفة عادية، أؤكد على هذا الأمر. تحرك يأتي بعد عملية الاقتطاع التي أقرتها وزارة الصحة، اقتطاع ندد به الأعوان واعتبروه قرارا تعسفيا، في حين اعتبرته سلطة الإشراف إجراء قانونيا. اليوم جينا في تحرك على إثر الاقتطاع التعسفي والغير قانوني لأيامات الإضراب السابقة في أشهر فيفري ومارس وأبريل. جاء بدأ الاقتطاعات من دقيش ومن فطومة بورقيبة، ولكن القطرة التي أفاضت الكأس في مستشفى OPS شار نيكول اللي كان فيه اقتطاع تعسفي بخمسة أيام. الاقتطاع نحن نعرفه اللي الإضراب هو حق مكفول في الدستور، ما في حتى إشكال، لكن العمل المنجز اللي كان عمل لا ينجز من حق الوزارة اللي فهمني تقطع، هو موجود في القانون، في القانون اللي كان عمل غير منجز يلزم يقع الخصم. فهمني الإشكال مع الخيان البنيين السميين يقول لك شبيه هذه المرة الأولى فهمني تقطعوا كان احنا، لا هذا مش يطبق على جميع منضويين تحت النقابات مهما كانت، إلا كان العمل لم ينجز يقع الخصم. القانون الأساسي هو أيضا مثل مطلبا ملحا لهؤلاء المحتجين. المطالب هي فتح باب الحوار أولا وأخيرا من الأول، ثم مراجعة للقانون الأساسي الفنيين الساميين للصحة، والمطالبة بالتنصيص الحرفي على السلك المشترك للفنيين الساميين في المجلس الوطني التأسيسي حين صحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية. صحب فصل 2 توقعت دراسته من مدة زمنية مع في وزارة الصحة وتمت الموافقة عليه وحيلة إلى رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة وافقت عليه وتحال المجلس التأسيسي، وهو تو في نقاش في المجلس الوطني التأسيسي. الباب الاختلاف ممكن ياسر اللي واقع تو هو مفهوم الفصل، اسكو مش نخرجوا قانون أساسي لكل فني سامي للصحة ولا لأعوان الصحة. بين الاستنكار لعدم فتح باب الحوار والتأكيد على قانونية الإجراءات، تتواصل عملية الشد والجذب بين الكونفدرالية وسلطة الإشراف.